مرحبا. اليوم بدي ارجيكم جيم اسمه ستار تريك ريسيرجنس. ستار تريك انا اللي بيعرفني ستار تريك هي احلى عالم انا بحبه شخصيا. شايف كل حلقاته من الستينات لهلا، الافلام كلها طبعا، الجيمز كلها لعبتها. فهاي اخر جيم نزلت لستار تريك، وقصتها بسفينه جديده نهائيا. طبعا انا هون خلصت الجيم، فحنعمل نيو سلوت وارجيكم شكل الجيم كيف، مشان تعرفوا تاخذوا فكره عن طريقه اللعب تبع الجيم بالضبط. طريقتها مثل العاب تيل تيل، ووكينج ديد، كوانتيك دريم اللي هي مثل بيوند تو سولز، والثاني هي تبع ديترويد، شو كان اسمها الثاني. مهم، فالقصه خلينا نشوف اذا فينا نعمل، ما فينا نعمل سكيب للاسف، بس قصتها انك انت بهي السفينة اللي اسمها ريزولوت، تمام، وبتلعب شخصيتين اللي هو الفيرست اوفيسر اللي هي بنت، وواحد من المهندسين اللي شغالين تحت بالابو يعني. طيب والجيم بتبلش كشغلة دبلوماسية، رايحين نحل مشكلة بين يعني بين كوكبين عم تخانقوا، وبتكبر القصة لهال. الجيم كلها بتاخذ لها شي 12 ساعة وشو اسمه، والقصة كتير حلوة. الناس اللي بتحب ستار تريك واشياء الفضاء هتعجبكم القصة. اوكي، هلأ طبعا اول ما فوت ببين معكم الفكرة، بس مثل ما بورجيكم شكل جرافيكس، انه معظم الجيم انت عم تتفرج على اشياء عم بتصير، وبتجيك اماكن تختار فيها شو لازم تعمل. مثلا اوكي اعمل هيك، بيس هون، اختار خيار الاول الثاني. طبعا هي اول شخصيه، تمام. وهذا الجرافيكس نص نص. لا تنسوا انه هي ما لها جيم تريبل اي، هي جيم انعملها استوديو صغير، استوديو طلع من استوديو تيل تيل. لما سكروا تيل تيل راحوا مجموعه منهم وعملوا استوديو ثاني. ف هون هذا طبعا هلا هون حيصير شويه اكشن خفيف. طبعا هون مثل هذا، هون بدك تحاول انك تكبس الزر على الوقت المناسب لحتى تلقط شغلة وكذا، بعدين بتيجي تختار خيارات معينة لحتى هلا بتشوفوا شو قصدي. ايه ف ايه اللي كاتبين القصص مزبطينا انه يعني يعملوا على شغلات ستار تريك كتير ظابط. خليني فرجيكم هون مثلا. هلا نحن عملنا هون انسن كالوي واز جريتفول فور جارا، الشخصيه اسمها جارا، هيلبفول جايدنس واز جريتفول فور هيلبفول جايدنس وان هي واز نيرفس اون ذا شاتل فلايت. فهيك انت بنيت علاقه كويسه مع هاي الشخصيه. هذا الشيء بياثر على القصه بعدين، خاصه للاخير الثلث الاخراني بتتغير اشياء كتير بحسب العلاقات اللي انت بتعملها مع الشخصيات الموجوده بالسفينه. فهاي هون هدول السفن ليكون. طبعا اللي بيحبوا ستار تريك حينبسطوا كتير على هاي المناظر. اوكي، هاي ستيم رانرز وما بعرف شو. مهم، فاي التمثيل الصوتي كتير كويس، الشخصيات حلوه، القصه كتير ممتازه، الموسيقى ممتازه، بس في كم شغله ممكن انه ما تعجبكم. مثل مثلا هلا انتوا شفتوا شو عملت، يعني قعدت كبست هون حكيت مع هاد. طبعا في اماكن كمان بتمشي فيها بتكبس هون وهون، في اماكن اكشن وستيلث، بس كتير بيسك، كتير بيسك. اوكي، يعني انه المشي والستيلث وهذا والقواص، في قواص كمان شوي خفيف بس بيسك. يعني عم تحكي على العاب تيل تيل، اذا حدا عمل العاب تيل تيل حتفهم شو قصدي. ممكن تموت طبعا اذا متت بالقتاله مثلا، في بكون مرات بصير في قتالات وهيك. هون هي هيك المشي، هلا هون بتشوفوا كيف الجرافيكس. ايه فاذا متت عادي بترجع بتعيد السيكونس، يعني ما بتعيده من بعيد. شايفين؟ فايه هي هون مثلا المشي، فيك تجي هون، تمام. فانا يعني الناس اللي بتحب العاب القصص حتنبسط هذا الشيء. هلا هون مثلا حنفوت تتمشى بالسفينة، تقابل عالم. Commander, I'm not usually such a nervous wreck, by the way.
I actually did well at the academy. Oh yeah? Maybe you heard of it. ما في طريقة تعمل سكيب للأسف. Sounds familiar. It's a tactical simulator that makes the Kobayashi Maru look like a picnic on Pintaris 5. Anyway, I finished in the top 20. Eh. Not just in my class. I mean all time in the history of the academy. Really? That's quite impressive. Thank you. It was tough. But you know, I set my mind to it and it paid off. فهلا انا عم ببني علاقه مع هاي الشخصيه تمام؟ شوي شوي بتلاقي الموضوع هذا. المهم مثل ما قلت لكم بتشوفوا الموديلات شويه نص نص، الجرافيكس مو فظيعه بس بالاخير هي لعبه ستوري. اوكي انا مو انه دفاعا عنها بس عن جد لعبه ستوري عم تشوف قصه والاماكن اللي فيها اكشن وكذا ماشي حالهم تمام. You finished in what, like the top three? That would be me. Now I'm. إيه هلا في شغلة مثلا هذه المنيو في هادي جارو في كارتر كمان نفس الشيء بيقابل شخصيات. أنا ما حأحرق الجيم، يفضل إنه تلعبها بنفسك وتشوف، بس أنا بنصح فيها للناس خاصة الناس اللي بتحب ستار تريك. بس لك تنتبه كم شغلة. أول شيء هلا أنا عم بلعب إبيسود. الناس اللي بتعرف ستار تريك هتلاقي إنه تختار خيار حسب أنه خيار تستعمله مع مين. إيه الجيم أبسودز مشكلته أنه ما في سيف بنص الأبسود، دائما بالبداية الأبسود، والأبسود تأخذ له من 5 إلى 10 دقائق، فاحتمال أنك ترجع تعيد منطقة جديدة مرة تانية. أوكي وفي حوالي 40 أبسود، لا حتى أكثر من إيه تقريبا. الجيم كلها 10 ساعات 12 ساعة. ف هم مثلا خلينا نروح هيك، شايفين الموديلات انه ماشي حاله، مو فظيعين بس ماشي حاله، متعوب عليهم يعني شوي. انا حسيت حالي عن جد اني بسفينه من تبعون ستار تريك يعني، فهذا الشيء الجو اعطاني اياه صح. طبعا انا بدي اروح احكي مع ذاك الازرق اللي ورا. فينا هون تجي تعمل الفيتر، في سفينه سموير بتكون واقفه هون تمام. هاي هيك مثلا تقدر تشوف انفورميشن، يعني الناس اللي بتحب الأشياء الغريبة ممكن تلاقي أشياء غريبة. هذه شخصية تانية فينا نتعرف عليها ونحكي معها. ما لقدام طبعا القصة فيها أكشن، فيها أشياء غريبة بتصير. الموضوع أكبر من مجرد أنه والله كذا. يعني القصص ذكرتني بأشياء شفتها مثلا ماس إفكت، عرفت كيف؟ هيك شغلة كبيرة، شغلات السبيس. مهم هاي هي ستار تريك سيرجنس. انا نصيحه كثير انه راح تلعبها اوكي، بس حبيت اورجيكم شوي كيف تلعب وكيف شكل الحركه والى اخره. والخيارات طبعا تبني لك علاقتك مع الكرو، طبعا هلا هول ممكن يجي صف كبير. الناس اللي بتحب ستار تريك كمان حتلاقوا شخصيات بتعرفوها، يعني حيجيبوا شخصيات من المسلسلات والافلام وهيك حتجي يعني تتعامل معها. المهم هاي هي الجيم. شكرا كثير، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير. بشوفكم بعدين، سلام.